السلام عليكم، مرحبا بكم، جاسبر تكونوا ملاح. اليوم جبت لكم لا ريسيت تاع الكروكي. شكون اللي ما يعرفوش لو غاتو لو بلو فاسيل او موند، ايكونوميك تانيك، ما فيهش بزاف لي زانغريديون وبنين. ها نروح نشوفو واش فيه لو كروكي. لو كروكي هذا ندير فيه 3 حبات بيض، ان جون دوف نحيه نخليه بوغ لا دوغيغ تاع الكروكي، ونستعمل زوج حبات اونتي وواحد بلون دوف. نزيد ندير معاه كاس سكر، وقرصة ملح، نزيد معاهم غرفة صغيرة لافاني، ولوزاز تاع حبه قارص. يعني الكروكي معروف قد ما ديرو لوزاز تاع القارص قد ما يجي بنين. نخلطوا هاد لي زانغريديون، نزيد له كاس زيت، هنا انا جو بريفير نستعمل الميزان. لا روسيت تاعي هكذا بالميزان، فيها 550 غرام فارينا و 2 ساشي دو لوفور. لافونتاج تاع كي تستعملوا الميزان معناتها كل ما تديروا الكروكي ديروه فيه 550 غرام فارينا، بلا ما تقعدوا تزيدوا في الفارينا وبالك تكون ناقصه بالك تكون زايده فارينا. دونك سي سا لافونتاج. واذا ما عندكمش الميزان زيدوا الفارينا حتى وين تولي عندكم امبات ما تلصقش في اليد وتكون طريه بيان سور. انا هنا زدت وزنت العجينه باش قسمتها على زوج باش يجوني كيف كيف لو بوا تاعهم. نتوما عينكم ميزانكم تحبوا توزنوا تحبوا لا لا. ونجيب سنيوه ندهنها بالزيت ونحل العجينه ونحطها في هاد السنيوه.
فوالا هنا مور ما حليتهم نحطهم في سنيوة نبلاطيهم شوية بيدي ونسقمهم باش يجو شابين. دوك نجيب هذاك الصفر تاع البيض اللي كنت خليته من قبيل، نزيد لهم غير فكاكاو غير فسكر وشويه حليب، يعني هذا هو السكري باش يجي الكروكي محمر مليح ولا كولور تاعو شابه. دوك نجيب الفرشيطه وندير هاد لو ديكور اللي معروف به الكروكي وندخلو للفور 180 درجه نطيبو من التحت، كي نشوفو طلع وحمار شويه من التحت نشعلو من الفوق. فوالا مور ما طاب الكروكي، انا ما نخليهش هكذا، كاين بزاف اللي يخلوه هكذا. انا ندوك ما بدا راهو سخون نقسمو بالموس وندورو باش نعاود ندخلو للفور باش يزيد يتحمر من الداخل. فوالا هاوليكم المطاب لي كومبليتمون الكروكي، يجي هايل بزاف وبنين بزاف سورتو مع القهوه، يعني ما كاش اللي ما يحبش الكروكي مع القهوه. هاوليك شوفوا كيفاش لا كولور تاعو جات محمره وشابه بزاف. دونك جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو، ما تنساوش ديرو لي ان جيم تابوني وتاكتيفي لا كلوش باش تلحقوكم كامل مي روسات. والسلام.